السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، لاباس عليكم؟ بخير مزيان. إذا دائما في إطار الاستعداد للكونترول، اليوم غنشوفوا الدرس الثاني وهو كذلك من دروس ديال الكونترول الأول بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي تروازيام ان كوليج. دونك في هذا الدرس عندنا لي زاتوم اي لي زيون. أول حاجة، أول فقرة عندنا في الدرس هي لي زاتوم. تقول لي يا أستاذ، علاش عطيتينا هذه الألوان وعلاش عطيتينا هذه الكريات؟ كاين اللي غادي يعرف علاش وكاين اللي ما غاديش يعرف. هاد الكريات تقول لي ديجا قريناهم في الثامنه. من طبيعه الحال هذا الدرس هذا عنده علاقه مع الدرس ديال الثامنه اللي هو لي زاتوم اي لي موليكول، ولكن هاد السنه ندخلو في لا ستركتور، ندخلو في البنيه، ندخلو نشوفو الداخل شنو كاينه في لاتوم. لكن ما فيها باس ربطو الثامنه بالتاسعه باش يكون عندنا واحد الربط ما بين هاد لي نونسيون هادو، باش نقدروا نبنيو على دوك الدروس اللي قرينا في السنه الماضيه. دونك بالنسبة لي زاتوم اللي قرينا في السنة الثانية إعدادي، أول أتوم قرينا هي واحد الكرية بيضاء صغيرة. دونك إلا تذكرتوا معايا، شكون اللي يقدر يعطيني الاسم ديال هاد الذرة اللي عندها اللون الأبيض؟ دونك إلا تذكرتوا معايا، إذا هي ذرة الهيدروجين. جيد، إذا ذرة الهيدروجين ولا الرمز ديالها اش. جيد، هاد الذرة السوداء هذه اللي عندها اون فورم كاملين، عندهم اون فورم سفيريك، يعني عندهم شكل كروي، لكن هذه لونها اسود. من هي هذه الذره؟ اذا هي ذرات الكربون. جيد، الذره الثالثه كما تشوفوا معايا عندها اللون الاحمر. دونك من هي هذه الذره؟ هي ذره الاكسجين. الذره الثالثه لونها ازرق. جيد، من هي هذه الذره؟ هي ذره الازوت ان. جيد، وهذه الذره هي ذره الكلور، سي كبيرة و ال صغيرة. إذن ذرة الكلور، إذن هذه الذرة هذه يعني جل التلاميذ يعرفها جيدا. إذن هذه تسمى الهيدروجين، الكربون، الأكسجين، الأزوت، وهذه ذرة الكلور. إذن الآن إحنا في هذه السنة هذه ما غاديش نكتفي فقط بمعرفة الأسماء والألوان، وإنما سندخل في داخل الذرة. إذن إذا دخلنا في كل ذرة من هذه الذرات، ماذا سنجد في الداخل؟ إذن إذا خذينا أي ذرة من هذو، نحن نأخذ هذه الذرة الحمراء، إذن فهي عندها شكل كروي على هذا الشكل. إذا دخلنا في الوسط ديالها، شنو غادي نلقى؟ وشدينا واحد جبنا واحد المكبرة أو واحد المجهر اللي كيكبر لنا واحد العدد ضخم جدا. إذن يعني غادي نلقاو في الانتيريور ديالها واحد لي شارج بلوس على هاد الشكل، سي كلير. دونك هادي بما انها ذرة الاكسجين، فغادي نلقاو عندها 8 شارج بلوس في الوسط ديالها. دونك 2 4 6 8، اذا عندها 8 شارج على الانتيريور، هادو كيتسموا شحن شارج. وعلقاو عندها هنا في هاد لا سيرفاس هادي ولا في هاد الفوليوم، علقاو عندها 8 شارج موان، اذا 4 4 8. اذا حنا دابا دخلنا في الانتيريو ديال الذره، لقينا عندنا دي شارج بلس هنا، ولقينا عندنا هنا دي شارج موان. جيد، اذا دائما كنبداو بالتسميه هي اول شيء. هاد لي شارج موان اش غادي نسميوهم؟ نسميوهم اللي عجبنا. هاد لي شارج موان ممكن تسميهم اي اسم، لكن بما ان احنا كنحاولوا نسمي واحد الاسم اللي يكون العالم كله كيسميه لذاك العنصر، باش ما يكونش اختلاف، العلم مشترك، لهذا خاص الاسماء تكون متفقه. اذا هاد لي شارج موان هادو كنسميوهم لي زيليك، لي زيليكترون. تبارك الله عليكم. اذا هاد لي شارج موان كيتسموا لي زيليك، لي زيليكترون، سي كلير، يعني الالكترونات باللغه العربيه، الالكترونات. وهاد لي شارج بلس اللي كاين في الوسط كيتسماو لو نوايو. شنو هي لو نوايو؟ يعني الذره. لو نوايو ا اون شارج ا اون شارج بوزيتيف كوم فوي. دونك من بعد ما عرفنا الاسم ديال كل واحد من هاد العنصرين اللي كيكونوا ليا هاد لاطوم، اذا لاطوم كتكون من عنصرين، كتكون من العنصر الاول اللي هو لي زيليكترون،
والعنصر الثاني اللي هو لو نوايو. نبداو بلو نوايو هي الاولى. الا قلت لك اين توجد هذا لو نوايو في هذا الاتوم هذه، دونك هذه كامله كتسمى اتوم، هذه كلها كتسمى اتوم. في الوسط ديالها كاينه لو نوايو، دونك لو نوايو كاينه او سونتر، دونك هذه خصني نعقل عليها مزيان. لو نوايو او سونتر، او سونتر دو كوا؟ او سونتر دو لاتوم، يعني توجد في مركز الذره. او سونتر دو لاتوم، يعني توجد في مركز الذره. كذلك كي دايره هاد لاشارج ديالها اللي عندها، عندها اون شارج، عندها شارج بوزيتيف، اذا عندها شحنه موجبه، عندها شحنه موجبه. نجيو لي زيليكترون، او سو تروف لي زيليكترون، فين كاين لي زيليكترون؟ هنا كاينه اوتور، يعني كيدورو اوتور دو نوايو، يعني لي زيليكترون توجد، او الالكترونات توجد حول النواة. سي كلير؟ دونك لي زيليكترون il se trouve autour du noyau toujours à l'intérieur de l'atome، يعني في الوسط ديال الذره. شي كامل كنهضروا عليه في الوسط ديال الذره. مزيان، كي دايره لا شارج ديال هاد لي زيليكترون؟ عندهم اون شارج نيجاتيف، يعني سالبه. سي كلير؟ دونك هذه مهمه بزاف. هادو عندهم لي زيليكترون عندهم اون شارج نيجاتيف، و لو نوايو عندها اون شارج بوزيتيف، دونك خصنا نعقلوا عليها. دونك هادو هما اهم المكونات ديال الذره اللي هي لاطوم. مزيان حد هنا؟ تري بيان. دابا لاحظوا معايا بالنسبه للاطوم ان عندها هادو هاد لي شارج موان، عندهم واحد العدد. شحال العدد ديال لي شارج موان اللي كاينه في هاد لاطوم هادي؟ 8، عندها 8 شارج موان. وهذه شحال عندها؟ عندها 8 شارج، دونك عندها 8 شارج موان، وعندها 8 شارج بلوس. اذا لا شارج، العدد ديال لي شارج موان هادو لي زيليكترون كيساوي العدد ديال لي شارج بلوس. اذا هاد العدد هذا هو اللي كيميز ليا كل ذره على اخرى. دونك هذه شحال عندها من شارج موان؟ عندها 1 شارج موان. شحال عندها من شارج بلوس؟ عندها 1 شارج بلوس. وهذه شحال عندها من شارج موان؟ عندها 6 شارج موان. وهذا وشحال من شارج بلس؟ عندها 6 شارج بلس. وهذه هي اللي تعرفنا عليها، عندها 8 شارج موان و 8 شارج بلس. وهذه شحال عندها؟ عندها 7 شارج موان وعندها 7 شارج بلس. وهذه شحال عندها؟ عندها 17 شارج موان وعندها 17 شارج بلس. دونك شنو كنلاحظ؟ ان لو نومبر ديال لي شارج موان كيساوي العدد ديال لي شارج بلس في كل اتوم. وهكا عندنا واحد لونسومبل ديال لي زاتوم اللي غنتعرفوا عليهم، بحال لو فير، بحال الالومنيوم، انسي دو سويت. دونك شنو اللي كيميز ليا ذره على اخرى؟ هو هاد العدد ديال لي شارج كيختلف. اذا هادي عندها 1 موان، وهادي عندها 6 موان، وهادي عندها 8، وهادي عندها 7، وهادي عندها 17، وهادي عندها 26، انسي دو سويت. دونك شنو اللي كيميز ليا ذره عن اخرى؟ هو العدد ديال الالكترونات. واحد الملاحظه، الا خديت مثلا انا هاد الالكترون هذا، هادي عندها 1 ولكن هادي عندها 6، واش الا خديت واحد من هاد 6 هادو، الا خديت منهم الكترون واحد، واش غادي نلقاه مشابه لهذا؟ وي. دونك هاد لي زيليكترون سون ايدونتيك، يعني متشابهين كاملين. هاد الالكترون الفرق هنا عندنا 1 وهنا عندنا 6، لكن هنا عندنا 6 من هذا وهنا عندنا 8، يعني هذا فايت هذا بجوج لي زيليكترون. اذا هذا هو الفرق اللي كاين من حيث العدد ديال الالكترونات فقط، يعني ان الالكترون هو لكن الاختلاف فقط في العدد. اذا هذا العدد هنا بالنسبه لنا مهم. شنو غنسميوه هذا العدد ديال الالكترونات هذا؟ غنسميوه، نجيو هنا، والعدد ديال الالكترون بصفه عامه سواء بالنسبه لي زيليكترون او بالنسبه للنوايو، غنسميوه لو نيميرو اتوميك، يعني العدد الذري. اذا هذا العدد الذري خصنا نعطيوه رمز، غادي نسميوه زد. واضح؟ دونك الى رجعنا لاتوم ديال الكربون، رجعوا معايا لاتوم ديال الكربون،
هي هذه شحال عندها من الكترون؟ عندها 6. شحال عندها من شارج بلس؟ عندها 6. دونك لو نيميرو اتوميك هو ديال الكربون هو 6. نكتب زد ديال الكربون ايتيغال 6. زد ما عندوش سين، ما ديرش زد ايتيغال موان 6 ولا بلس 6، لا زد عدد. زد ناخدين ضرب الاكسجين، زد ديال الاكسجين كيساوي 8. الا خدينا زد ديال لاطوم ديال الكلور، زد كيساوي 17. خدينا مثلا ديال لو فير اللي هو اف او، لاطوم ديال لو فير سميتها اف او، زد ديالها كيساوي 26. دونك هذا شنو كيتسمى؟ كيتسمى لو نيميرو اتوميك، اي العدد الذري. دونك كل اتوم عنده واحد العدد ديال الالكترون ديالها اللي هو زد. دونك مثلا اللي قلت لك عطيتك انا لاتوم ديال لو فير عندها زد كتساوي 26، وقلت لك غوبريزونتي لاتوم ديال لو فير. دونك اللي قلت لك مثل لاتوم ديال لو فير، دونك بما ان زد لو نيميرو اتوميك ديال لاتوم ديال لو فير كيساوي 26، دونك غيكون عندها 26 شارج موان اي، وغيكون عندها 26 شارج بلس. دونك الا بغينا ندير لها لا ريبريزونطاسيون ديالها، غندير واحد سفير على هذا الشكل نورمالمون ديال الكره، وندير ان انتيريور 26 شارج بلس اونتوري بار 26 شارج موان. دونك نرسم هنا 26 شارج بلس 26 بلس، وهنا ندير 26 سين موان. دونك هذا هو لا ريبريزونطاسيون ديال هاد لاطوم ديال لو فير اللي عندها 26 شارج بلس وعندها 26 شارج موان. دونك سوا نعطيك لاطوم على هاد الشكل ونقول لك دوني زد، دونك نطلب منك تعطي زد ديالها، دونك زد ديالها هو 26، او نعطيك زد ونقول لك دوني لا ريبريزونطاسيون ديالها، دونك دير 26 شارج بلس في لو ميليو اونتوري بار 26 شارج موان. فهم تري بيان. دابا قلنا حنا هاد لي زيليكترون اللي كيدورو هنا تيدورو، دونك بما انهم كيدورو راه عندهم اون شارج، عندهم اون شارج، عندهم واحد الشحنه، عندهم واحد الطاقه. دونك لا شارج اللي كيحمل ان الكترون، لا شارج بورتي بار ان الكترون هي E. لا شارج اللي كيحمل ان الكترون اللي كاينه في الداخل ديالو كنسميوه E. شنو هي E؟ E هي هاد E كتسمى شارج، لا شارج اليمونتير، يعني الشحنة الابتدائية، لا شارج اليمونتير. هاد E لا شارج اليمونتير شحال كتساوي؟ كتساوي 1.6 10 اكسبوزون موان 19 شنو؟ كولوم. شنو هي السي؟ يعني كتعني كولوم، وهي الوحدة ديال لا شارج. دونك كما كتشوفوا معايا ان هاد الوحدة ديال لا شارج صغيرة بزاف، سي كلير. او ايتيغال 1.6 10 اكسبوزون موان 19، اذا هاد الشحنة اللي كيحمل واحد الكترون صغيرة بزاف، سي كلير. تري بيان. دابا خصنا نتعلمو نحسبو الشحنة، لاننا حنا شفنا عندنا واحد لونسومبل ديال لي زاتوم. مثلا اللي خدينا لاطوم ديال لو فير قلنا عندها زد كيساوي 26، يعني عندها 26 الكترون. اذا شحال هي الشحنه ديال دوك 26 كاملين اللي كاين في ديك لاطوم؟ اذا باش نحسبوا الشحنه ديال الالكترون كنديروا موان زد فوا فوا او. دونك هذه شنو هي؟ هذه لا شارج، لا شارج دي زيليكترون، يعني الشحنه ديال الالكترونات. ديما كتكتب هي موان زد في او. شنو هي زد؟ هي لو نيميرو اتوميك. وشنو هي او؟ اللي هي لا شارج اليمونتير. دونك لا شارج ديال الالكترون توجور هي موان زد فوا او. اش غتساوي؟ دونك هي موان زد او. نحيد هاد الملتيبليكاسيون نكتب موان زد او. دابا انا حسبت لا شارج ديال لي زيليكترون ديال هاد لاطوم ديال لو فير. الا عطاني واحد لاطوم وحده اخرى مثلا اللي عندها مثلا الا خدينا
ناخذ الكلور باش ما نقويش، ناخذ الكلور مثلا عنده زاد كتساوي كما قلنا 17، يعني زاد ديال الكلور كتساوي 17 وديال لو فير كتساوي 26. الا قلت لك احسب لي لا شارج ديال الالكترون ديالها، دير موان زاد فوا فوا او. اذا هي موان زاد، هي موان زاد او. شحال كتساوي زاد بالنسبه للاطوم ديال لو فير؟ هي موان 26 او. علاش عوضنا زاد ب 26؟ هنا نعوضو زاد ب 17، دونك هي موان 17 او. واضح؟ دونك حنا تعلمنا نحسبو لا شارج المونتير. لكن حنا دابا باش حسبنا لا شارج المونتير، حسبنا لا شارج المونتير اون فونكسيون ديال او، لان في السؤال يقدر يقول لي حسب لا شارج ديال الزيليكترون اون فونكسيون دو لا شارج اليمونتير، يعني كنحسبو اون فونكسيون ديال او. ويقدر يقول لي حسب كالكولي لا شارج ديال لي زيليكترون اون، يعني نفس السؤال لكن عوض ما يقول لي اون فونكسيون ديال او يقول لي اون اون كولون، يعني خصني نعوض او بهاد لا فالور ديالها. دونك ساهله كنكمل، دونك عندي موان 26 مضروبه في او، دونك او كنعوضها بهاد لا فالور هادي اللي هي 1.6 10 اكسبوزون موان 19، وكنعطي النتيجه هنا وحنشوف كيفاش نتعاملوا معها. نفس الشيء هنا الا بغيت نعطيها اون كولوم غادي نعوض ديك او بار 1.6 10 اكسبوزون موان 19. دونك هنا درت بوان وهنا درت ملتيبليكاسيون، سي لا ميم شوز. هاد البوان ما كتعنيش فيرغول، فيرغول كتعني كندير فيرغول، اما البوان كتعني ملتيبليكاسيون باش ما تبقاش تدوخ. وهنا ما كنديرو والو، يعني راه كاينه بوان نورمالمون كتعني ملتيبليكاسيون، هنا لا ميم شوز كتعني كاينه ملتيبليكاسيون اونتر هاد العدد وهذا. دونك هنا تاخذ الاله الحاسبه وتضرب 26 ضربها في 1.6، وهنا 17 ضربها في 1.6. دابا حنا شنو كنديرو؟ كنخدمو لا شارج ديال لي زيليك ترون، تنخدمو ديال لو فير و تنخدمو لي زيليكترون ديال لاطوم ديال الكلور. دونك دابا نحسبو، غنشدو هاد العدد هذا لي 26 و نضربوها في 1.6. دونك 26 ملتيبليي باغ 1.6، دونك الريزولتا هي موان 41.6 10 اكسبوزون موان 19. دونك كيما كتلاحظوا هنا الريزولتا هادي سوبيريور ا 10. دونك حنا كنعرفوا في لا نوتاسيون سيانتيفيك، يعني الكتابه العلميه، خصنا هذا العدد اللي يكون هنا اللي قدام البويسونس خصنا نكتبوه على شكل واحد العدد يكون صغر محصور ما بين، دونك داك ا خصو يكون انفيريور ستريكتومون 10 ويكون سوبيريور ايغال ا 1، يعني هذا العدد هذا اللي هو هذا خصو يكون محصور ما بين 10 و 1. اذا باش نرجعوا هذا العدد اللي هو 41 نرجعوا محصور ما بين 10 و 1، غادي نديبلاسي هاد لا فيرغول ها ا غوش هنا فهاد لو سونس، غادي نحرك الفاصله دونك تولي هي موان 4.16. دونك موان 4.16، دونك بما انني حركت الفاصله ا غوش دونك خصني نزيد واحد الواحد هنا، دونك تولي نورمالمون بلا غنزيد واحد هنا لانني حركت الفاصله دابا، تولي 10 اكسبوزون موان 19 بلس 1. دونك هاد العدد غيبقى هو هنا، تولي 19 موان 19 بلس 1 شحال كتساوي هادي؟ دونك هي موان 18، دونك فوا 10 اكسبوزون موان 18 كولوم. هادي هي الريزولتا، دونك هادي هي لا شارج ديال لي زيليكترون، سي موان 4.16 10 اكسبوزون موان 18. هادي بالنسبة للاطوم ديال لو فير اللي عندها زاد كيساوي 26. دابا حنا حسبنا لا شارج ديال لي زيليكترون، حسبناها اون فونكسيون ديال او، ومن بعد حسبناها اون فونكسيون ديال لا شارج اليمونتير. دابا نرجعو نحسبو ديال لاطوم ديال الكلور اللي ديجا حسبناها اون
فونكسيون ديال او وبدينا نحسبوها اون كولوم. اذا بقاتنا هاد الكالكول هذا، دونك سي هنا 10 اكسبوزون موان 19 اكسبوزون موان 19. دونك لا ميم شوز غناخدو 1 17 ناخذ هاد 17 هادي اون فالي ملتيبلي بار 1.6 فوا 1.6. دونك النتيجه هي 27.2 10 exposant moins 19. La même chose, on va l'écrire sous la forme de la notation scientifique. Donc, un harcol facile à gauche. Donc, il y a 2,72 10 exposant. Donc, vu maintenant, on a harcol facile à droite. On a dit 1, on a dit 18. Donc, il y a 1, on a dit 1, on a dit 20. Là, on a dit 2 nombres, on a dit 2 signes différents. Moins plus, donc c'est un déroulé la soustraction. Donc, Hadi, il y a la charge des électrons de l'atome de chlore. Donc, nous avons dit que nous avons l'unité, c'est le colon, toujours, l'unité. Donc, nous avons la charge des électrons, des électronettes, de l'atome de le fer, ou nous avons dit l'atome de le chlore, Cl. دونك هنا بالنسبه للاطوم عندنا فاج الحوايج، عندنا فيها لي شارج بلس اللي تيكونوا في لو ميليو او بيان في لو سونتر، وعندنا لي شارج موان. دابا حنا حسبنا لا شارج موان فقط، دونك خصنا نحسبوا لا شارج بلس. دونك نحسبوا لا شارج بلس بالنسبه للاطوم ديال لو فير وكذلك بالنسبه للاطوم ديال الكلور. دونك قلنا ان لا شارج موان ملي كنبغيو نكالكولي لا شارج ديال الالكترون كنديرو موان زد فوا او دائما. نبغي نحسبو لاشارج ديال ليزيلكترون موان زد فوا او. دابا بغينا نحسبو لاشارج دو نوايو، بغينا نحسبو الشحنة ديال النواة بالنسبة لهاد لاطوم هادي وبالنسبة لهاد لاطوم. دونك إلا بغيت نحسب الشحنة ديال النواة شنو اللي كتغير؟ فقط لو سين. هنا كانت عندي موان زد فوا او، هنا تولي بلوس Z fois E. Ça fait. Donc, on a Z. Donc, Z est 26. Donc, c'est plus 26 fois E. Donc, il y a plus 26 E. Ou on a, بالنسبة l'atome de chlore, tu veux dire, plus 17 E. On a dit, on a la charge. ديال النوايو ديال هاد لاطوم اي ديال هاد لاطوم اون ميم طون. دونك هنا حسبتها اون فونكسيون ديال او. الا قال لي حسبها اون فونكسيون ديال او انا ساليت الان. لا ميم شوز هنا، قال لي حسب لا شارج ديال النوايو اون فونكسيون ديال او ديال لاطوم الكلور، صافي هي بلس 17 فوا. لكن الا قال لي حسبها اون كولوم خصنا نعوض او بلا فالور ديالها كما درنا مع لي زيليكترون. الحاجه الوحيده اللي غتغير هي لو سين. دونك نفس القضيه اللي درنا قبل تنعاودوها، لكن في النهاية غادي نلقى بلس 4.16 10 اكسبوزون موان 18 كولوم. وهنا غادي نلقى لا ميم شوز، بلس 2.72 10 اكسبوزون موان 18 كولوم. صافي. دونك هذه هي النتيجة بالنسبة لا شارج ديال النوايو. دونك بالنسبه لا شارج ديال النوايو توجور بلس زد فوا او، النتيجه كتكون بوزيتيف. لا ميم شوز هنا اون كولوم، توجور لو نوايو لا شارج خصنا نلقاها بلس بوزيتيف. تري بيان. دونك هكا تعلمنا نحسبوا لا شارج ديال لو نوايو اي لا شارج ديال لي زيليكترون. دابا نرجعوا الى خدينا لاطوم ديال لو فير، قلنا عندها بلس 26 شارج ولا عندها 26، عندها 26 شارج بلس وعندها 26 شارج موان.
دونك هنا قلنا ان لا شارج، هاي شارج ديال لي زيليكترون لقينا هي موان 26 او، و لا شارج ديال لو نويو لقينا هي بلوس 26 او، يعني اون فونكسيون ديال. دابا انا قلت لك حسب لا شارج ديال لاطوم كامله. دابا لا شارج دو لاطوم، يعني لا شارج ديال لاطوم كامله. دونك الا بغيت تحسب لا شارج ديال لاطوم كامله، دونك لا شارج ديال لاطوم شنو كاين وسط لاطوم؟ كاينه لا شارج بلس وكاينه لا شارج موان، دونك غتساوي هي لا سوم ديالهم بجوج، تكون هي هادي زائد هادي. دونك هي بلس 26 او موان 26 او، دونك لا شارج ديال لاطوم كامله غتكون النتيجه هي زيرو. علاش؟ لان هادو دو نومبر اوبوزي، يعني عددين عندهم اشارتين مختلفين لكن عندهم نفس لا ديستانس ا زيرو في الرياضيات، هادشي عندهم نفس العدد هنا، يعني دو نومبر اوبوزي عندهم سين ديفيرون وعندهم ميم فالور كما كتشوفوا هنا. دونك توجور لا شارج ديال لاطوم، دائما لا شارج ديال لاطوم ايتيغالا زيرو. هادشي علاش كنقولوا ان لاطوم إلكتريكمون نوتر، يعني أن الذرة محايدة كهربائي. إذن محايدة كهربائيا المعنى ديالها أن لا شارج توتال ديالها كتساوي زيرو. عقلوا عليها، لأنه سوا تيقول لك كالكولي لا شارج ديال لاطوم غتلقاها زيرو، سوا تيقول لك دوني لا سينيفيكاسيون ديال إلكتريكمون نوتر، يعني عطيت المعنى ديال الكتريكمون نوتر. الا قال لك اعطي المعنى ديال الكتريكمون نوتر، يعني ان لا شارج توتال لا شارج دو لاطوم ايغال ا زيرو. تري بيان، دونك هكا كنكونو سالينا لي زاتوم، وعندوزو للمحور الثاني اللي هو لي زيون الايونات. شنو هو الايون؟ باش بلا ما نطولو، هو ان اتوم، واحد لاطوم. الا خدينا مثلا دابا باش نميزو ناخذو لي زاتوم بجوج، ناخذو لاطوم ديال لو فير اللي تحدثنا عليها. دونك الا خدينا لاطوم ديال لو فير قلنا عندها 26 شارج بلس وعندها 26 شارج موان، وناخذو لاطوم ديال الكلور عندها 17 شارج بلس في لو ميليو وعندها 10 شارج موان تورن اوتور ديال هاد لا شارج بلس. دونك ان ايون، ايون شنو هو؟ هو ان اتوم او بيان ان جروب داتوم، ولا واحد المجموعه ديال لي زاتوم. غانيي يعني كتربح، او بيان بيردي يعني هو واحد الذره او مجموعه من الذرات كيربحوا او كيفقدوا دي زيليكترون. دونك الى هاد لاطوم هادي ديال لو فار الى بيردو فقدات، افترضوا حنا انها فقدات دو زيليكترون، حنا الرمز الالكترون هو او موان. اذا لا فقدات دو زيليكترون، هي شحال كان عندها من الكترون؟ عندها 26، فقدات جوج شحال يبقى عندها؟ دونك يبقى عندها 24 شارج موان، يعني 24 الكترون. لا شارج بلس غتغير؟ لا، لا شارج بلس ما شونج بقى، تبقى 26 شارج بوزيتيف. غنجيو لهاد لاطوم، دونك هادي قلنا لاطوم ديال لو فيغ اف او، غنجيو لاطوم ديال الكلور سي ال. افترضوا انها ربحات ان الكترون، ان الكترون، دونك شحال كان عندها من الكترون؟ كان عندها 16، شحال يولي عندها؟ 18 شارج نيجاتيف. لا شارج اللي كاينه في الوسط غادا تشونجا؟ لا، دونك غتبقى 17 بلس. سي كلير؟ علاش؟ لاننا قلنا ان الايون هو واحد الاتوم، سوا بحال لو فيغ بحال الكلور بحال دوطخ، غانيي او بيان بيردو دي زيليكترون، يعني لاطوم الايون هو واحد الذره كتفقد او كتربح الكترونات، ماشي لي شارج بلس. هادشي علاش لي شارج بلس خصهم يبقاو هما هما، حنا ما قلناش انها كتفقد لي شارج بلس او كتربح لي شارج بلس، قلنا كتفقد لي زيليكترون. دونك ملي كنكون كنهضر على الايون كنهضر على لي شارج موان، سوا il gagnait des charges moins, soit il perdu des charges moins. C'est clair?
دونك نفس الشيء، احنا تعلمنا ديجا، تعلمنا كيفاش نحسبو لا شارج ديال لي زيليكترون، وتعلمنا نحسبو لا شارج ديال لو نويو. دونك الا قلت لك اعطيني لا شارج، لا شارج دي زيليكترون ديال الالكترونات كيفاش غتكتبها؟ دونك سي موان زد فوا او. زد بالنسبه ليا هنا شحال بقى عندها من الالكترون؟ هذه بقى عندها 24، دونك سي موان 24 او. دونك هذه هي لا شارج ديال هاد الايون هذا، سي كلير. ندوزو نفس الشيء، الا قال لي هنا راه حسبنا اون فونكسيون ديال او فقط. الا قال لي اون كولوم كنعوض او ديك لا فالور ديالها، وكنشد ديك واحد في 3 كنضربها هنا وكنكتب لي كريتيس سيانتيفيك كما شفنا. اونسويت غادي يطلب مني من طبيعه الحال انني نحسب لا شارج، شارج دو نوايو، يعني يطلب مني نحسب لا شارج ديال لو نوايو ديال هاد الايون هذا. دونك هاد الايون شحال عنده في لا شارج ديال لو نوايو؟ 26، دونك توجور ما كتغيرش، دونك سي 26 فوا او، دونك كتبقى هي هي، دونك سي بلس 26 او. ندوزو لهاد الايون هذا، الا بغينا نحسبو لا شارج ديال لي زيليكترون ديالو اون فونكسيون ديال او، نفس السؤال، دونك توجور سي موان موان زد فوا او. دونك عند شحال عنده هو دابا من الالكترون؟ عنده 18، دونك سي 18 او. واضح؟ تري بيان. الا قال لي حسب لا شارج ديال لو نوايو، دونك سي موان، عفوا لا شارج ديال لو نوايو توجور بلوس، دونك سي بلوس 17 او. واضح؟ دونك هذه هي لا شارج ديال لو نوايو ديال هاد الايون هذا اللي هو الايون ديال الكلور. واضح؟ دونك هذه اهم فيما يخص كومون كالكولي لا شارج ديال الايون. دونك باش ما نساوش، سي لاطوم الى غانيي هاد الايون، ملي كتربح لاطوم واحد الالكترونات وكتعطينا ان ايون على هاد الشكل، سي لا غانيي هاد الايون اللي كينتج كنسميوه انيون. سي الى بيردي هاد الايون اللي كينتج كنسميوه كاتيون. دونك لاطوم ملي كتربح، ملي كتربح غانيي كتعطينا انيون، وملي كتفقد كتعطينا كاتيون. كي داير هاد لا شارج ديال الانيون؟ لا شارج ديال الانيون توجور نيجاتيف، ولا شارج ديال الكاتيون توجور بوزيتيف. علاش؟ ها علاش؟ لاننا حنا قلنا ان هاد لاطوم هادي باش تحول للايون فقدات شحال؟ فقدات دوز الكترون. ملي فقدات دوز الكترون شحال بقى عندها من الكترون؟ بقى عندها 24. شحال عندها من شارج بلوس؟ عندها 26. دونك عندها 26 شارج موان، وعندها 26 وعندها 24 شارج موان، و 26 شارج بلوس. دونك شكون اللي كبر؟ واش 24 ولا 26؟ دونك 26 كبر. دونك عندها لي شارج بلوس زايدين بجوج. دونك بما ان لي شارج بلوس زايدين بجوج، اذا فعطاتنا ايون بوزيتيف، اي ان الشحنه ديالو موجبه، لان العدد ديال الشحن الموجبه ديالو كبر من الشحن السالبه. هنا نفس الشيء، هنا العدد ديال لي شارج موان هو اللي كبر 18، وهنا 17. دونك عندنا هذه زايده باغ ان الكترون. دونك هادشي علاش هذا غيكون نيجاتيف، لان العدد ديال الشحن ديالو كبر من العدد ديال العدد الشحن النيجاتيف كبر من العدد ديال الشحن ديال لي شارج بوزيتيف. تري بيان. دونك بما اننا تعرفنا كيفاش نحسبوا لا شارج، الا جيت نحسب لا شارج كما تعرفنا في لاطوم، حسبنا لا شارج ديال الالكترون، من بعد حسبنا لا شارج ديال النوايو، عيطلب مني نحسب لا شارج توتال ديال من دو ليون ديال الايون. دونك لا شارج توتال ديال ليون كيفاش غادي نحسبها؟ غنجمع هادي زائد هادي، دونك هي بلوس 26 او موان 24 او. دونك نورمالمون على القاع هي بلوس 2 او. علاش؟ لان هذا العدد كبر، دونك نحافظ على الاشاره ديالو اللي هي البلوس. دونك بلوس 2 او. دونك لا شارج ديال هذا الايون هذا هي بلوس 2 او. ندوز للايون الثاني نفس الشيء، باش نحسب ليه لا شارج توتال ديال الايون، يعني ديال الايون كامل. دونك غادي ندير موان 18 او بلوس 17 او.
او العكس، نبدا بدي السات هي الاولى، سي لا ميم شوز. دونك غادي نلقاها هي موان او، دونك النتيجه غادي نلقاها هي موان او. اذا لا شارج ديال هذا الايون، هذا الايون اللي نتج لينا على لاطوم ديال الكلور، عنده اون شارج ايكال موان او. دونك هذه هي لا شارج ديال الايون، وهذه لا شارج ديال الايون الاول اللي هو عباره عن كاتيون. دونك الكاتيون توجور كنلقى عنده اون شارج بلوس، والانيو توجور كنلقى عنده اون شارج موان. تري بيان، قالت لي اخر حاجه وهي لو سامبول ديال الايون. دونك حنا عندنا لاطوم هذه اللي كانت عندنا هنا، هي لاطوم ديال لو فير، الرمز ديالها اف او، فقدات دوز الكترون، واش غتبقى اف او؟ لا، غتولي ان ايون اللي هو كاتيون. دونك كيفاش نغير هاد لا فورميل ديالو؟ دونك الفورميل ديال الايون توجور كنشوف شحال عنده، شحال فقد من الكترون. دونك هذه بما انها فقدات دوز الكترون، ولا العدد ديال لي شارج بليس ديالها بشحال زايد على لي شارج موان، زايد بجوج. دونك كنكتبها هنا ادروات، كنكتب داك العدد ديال لي شارج اللي زايدين. دونك هذا عنده العدد ديال لي شارج بليس زايدين بجوج على لي شارج موان. دونك هادشي هذا هو المعنى ديالها، يعني ان لي شارج موان لان عندها كما شفنا عندها 26 بليس هاد الايون هذا، وعندو 24 موان. دونك لي شارج بليس زايدين بجوج، دونك هذا هو المعنى ديالها، ان لي شارج بليس زايدين بجوج. او معنى اخر ان هذه فاقده 2 الكترون، فاقده 2 الكترون. تري بيان، لاطوم ديال الكلور وبيان الايون ديال الكلور شفنا ان عنده موان 18 و بليس 17 شارج بوزيتيف. دونك الا بغيت نكتب لا شارج بيان لا فورميل ديال الايون، حنا كنعرفوا ان لا فورميل توجور كناخذوها من لو سامبول ديال الاتوم. لو سامبول ديال الاتوم هو سي ال، غون سي بوتي ال من طبيعه الحال. دونك ادروات في الاعلى، ادروات اون او، كنكتبوا لو سين. دونك عنده لي شارج موان زايدين بواحد، دونك ندير موان ما كنديرش واحد، استثناء في الحاله واحد، في الحاله ملي تكون عندنا لو سين وحده ما كنديروش واحد، سي كلير. ابتداء من جوج كنبداو نكتبوا لو سين. دونك هذه هي لا فورميل كيميك ديال الايون. واحد الملاحظه هنا، ممكن من خلال هاد لا فورميل كيميك نلقى لا شارج توتال. من هنا نلقى لا شارج توتال، يعني بلا ما ندير هاد العمليه ديال الحساب. كيفاش غنكتبها؟ اذا الى عطاني لا فورميل كيميك ديال الايون على هذا الشكل، وقال لي كالكولي لا شارج توتال، اذا كناخذها مباشره من هنا، كندير بلوس هي الاولى، وكندير او، وكنضربها بجوج. دونك هذه هي لا شارج توتال ديال الايون، هي هذه اللي حسبناها قبيله. هنا قال لي لا شارج توتال، بغينا نطبقوا هذه القاعده، دونك سي موان او، وهي اللي لقينا قبيله، يعني بدون حساب كنلقى لا شارج ديال الايون كامل بسهوله. تري بيان، اخر بارتي في هاد لا لوسون هي ليزيون، لي تيب ديال ليزيون. عندنا ليزيون مونو اتوميك، وعندنا ليزيون بولي اتوميك. ليزيون بولي، لأن بولي دائما هي متعدد بولي اتوميك، يعني متعدد الذرة. من المثال غتفهموا، مثلا الا خدينا ليون ديال لو فير اف او دو بلس، وخدينا ديال الكلور سي ال موان، وخدينا مثلا ديال الالومنيوم ال 3 بلس، هادو نتجو على ذره وحده. هذه ذره الحديد نتج عليها هذا الايون اللي هو ايون الحديد، هذه ذره وحده اللي هي سي ال. واخا تلاحظوا فيها جوج الرموز، راه الرمز الاول ماجوسكي اللي هو سي، والرمز الثاني بوتي ال مينيسكي. دونك هذه ذره الكلور، نفس الشيء هذه ذره الالومنيوم. اذا هادو مونو اتوميك لان فيهم ذره واحده، يعني احادي الذره. بولي اتوميك بحال مثلا او اتش
OH موان. هاد OH موان شنو فيه؟ فيه دو زاتوم، فيه لاتوم الاولى لاتوم الثانيه، وعاد عنده سين، دونك هذا ايون لانه عنده اون شارج. اذا هذا كتسمى بولي اتوميك، يعني متعدد الذره، بحال اس او 4 موان، هذا حتى هو ايون متعدد الذرات، فيه الذره الاولى والذره الثانيه كما تلاحظوا لي دو سامبل جوج هما ماجوسكيل يعني كبار، وعاد عنده اون شارج. دونك هذه اس او 4 دو موان، متعدد الذرات، اذا في مجموعه من الذرات. كذلك ان اش 4 بلس، كما تلاحظوا هذا فيه الاطلاطوم ديال الازوت وفيه 4 اطوم من الهيدروجين، دونك هذا متعدد الذره. كذلك اش 3 او بلس، حتى هذا متعدد الذره لان فيه مجموعه من الذرات، و يعني هناك عده انواع اس او 4 دو موان ديجا شفناها. كذلك CO3 دو موان دو موان، دونك هذا حتى هو ايون متعدد الذره. اذا هذه نماذج من ايونات بولي اتوميك، ركزوا عليها كتكون حتى هي في الكونترول. دونك عرفنا لي زيون مونو اتوميك هما اللي فيهم احادي الذره بحال اف او 2 بلس، سي ال موان، ال 3 بلس، سي او 2 بلس، اف او 3 بلس، لان عندنا جوج انواع ديال اف او، عندنا اف او 2 بلس واف او 3 بلس، كذلك زد ان 2 بلس، كذلك اش بلس. هادو كلهم سو سون دي زيون مونو اتوميك، علاش؟ لان فيهم ذره وحده، هذه ذره هذه ذره وهذه ذره، لكن هذا كامل كيتسمى ايون لان عنده اون شارج. وهكا كنكونوا سالينا الريزومي ديال لا لوسون الثاني. طويل شويه لان الدرس مهم بزاف وخصكم تفهموه، واللي ما فهمش شي حاجه يطرحها في لي كومونتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.